قطاع الغيار، هما حنا قطاع الغيار هو اللي توفر قطاع الغيار لصحاب الترونسبور، صحاب النقل، لي زونجا، لي بوكلان، ترونسبور، اي حاجه ديال النقل، اي ماتيريال تحرك، حنا اللي توفروا ليه قطاع الغيار ديالو. وهاد الاسواق ديالنا كاين اسواق في الدار البيضاء، كل مدن فيها اسواق متعدده، بحال الدار البيضاء فيها ثلاث اسواق، والمحلات التجاريه ديالهم كاينين، والناس لكل محل تجاري يعني معاه واحد النسبه ديال العمال اللي فيه. لا فيري السلمية كسوق ناخذوا عندنا نموذج على الاسواق الاخرى. لا فيري السلمية يعني كاين واحد 1000 محل، وكل محل فيه شغيله ديال 5 الناس، هادو شغيله في كل محل. عاد كاين المباشر وكاين غير المباشر، عاد باش كاين الناس سماسيره والناس اللي تخدموا مع هذا القطاع، وكاينين الناس قطاعات اخرى اللي خدامه مع الاطار كالطوليه، الميكانيسيانات، يعني ترونسبور، يعني تاكسيات، يعني كل شيء مشابك مع هذا القطاع. فهمتي يعني الحيويه ديال القطاع. احنا عانينا من هذا الكوفيد، كاع القطاعات عانت من هذا الكوفيد، وعانينا احنا في هذا الكوفيد في نقص ديال البضاعه اللي غتدخل للبلاد، اصلا ما كانش لامبورتاسيون، ويعني نقص عندنا في الخصاص في هذا القطاع. وتفاجئنا في هذه القضيه ديال الدوله فرضت هذا الكونفيرميتي، ان كاع المستوردين ديال القطاع واقفين دابا، وحنا كافحنا في كوفيد، وفرنا القطاع للترونسبور، وفرنا ما وقفناش، يعني وفرنا الناس، كنا ملزمين ان تنوفروا ترونسبور والنقل، تنوفروا لهم اي ماتيريال خصهم، اي بياسه خصهم تتكون نوفروها لهم. ويعني احنا عباره عن مقاولات صغرى، ما عندناش ستوك كبير اللي غنوافوا عاوتاني هاد السنه الجايه وهداك الشيء، وحنا دابا القطاع ما بقاش عندنا، راه شهر 5 وشهر 6 غيكون واحد الكارثه كبيره، بان هاد القطاع راه ما بقاش القطاع تنتوفروا عليه، منين ما بقاش الاستيراد، راه خصو يفهم بان هاد القطاع راه ما بقاش لنا الماتيريال باش غنخدموا، راه يوقف كل شيء. ما يمكنش قطاع حنا غير مهيكل، حنا مهيكل، من ناحيتاش غير مهيكل، حنا كاين شركات تتخلص الضرائب ديالها، محلات تتخلص الضرائب ولا باطون ديالها، الخدامه تدخل كلشي، حنا مهيكل، تنخلصوا الجمارك عندنا، راه اقل محل، اقل واحد في لافيري اللي تيستورد كشركه، اقل واحد تيخلص على الاقل، اقل واحد 1 مليون ديال الدرهم في الديوانه في العام، واكثرنا 5 مليون ديال الدرهم في العام، هذه الجمارك عاد باش عنده لامبو، عنده لامبو ديالو، لي جيار وداك الشيء ديالو، هذا الشيء كلشي مهيكل. حنا فعلا كاين اسواق ديالنا غير مهيكله، وني هذاك الشيء ديال الدوله هي اللي ما مهيكلاش الاسواق، اما المحلات راه مهيكله، راه فيه النمره ديال لاباطونت، فيه الضريبه ديالو، والكراء ديالو راه تيأدي، راه كلشي مأدي، كلشي داير. انا نتحدى اي واحد انه يقول لي دار حادثه سير بشي بياسه تبعت لي من هنا. حنا اسواق، انا نكذب عليه، الوالد ديالي الله يرحمه في هذا السوق، وحتى الوالده ديالي في هذا السوق، حنا حر عائله في هذه الاسواق، عمرني سمعت بينا واحد دار كسيده بينا شي بياسه بعناها لي، هذه عمرني سمعتها. كاين السلامه، كاين يعني كاين طوموبيله غير اللي هي طوموبيلته ما ركبش ليها البياس، راه غدير كسيده، لا ما صلحش طوموبيلته راه غدير كسيده. حنا اسواق بيبان مفتوحين، سلعتنا معروضه، واللي مسروقه عليه شي حاجه راه الامن تيجي وتيدور حتى هو تيدير القوم ديالو يوميا هنا، راه اسواق غادي تلقى الامن، تلقى تلقى كل شيء في الاسواق، تيدوروا وشوفوا. وحنا ما يمكنش، حنا البضاعه ديالنا اغلبيتها امبورتاسيون، لامبورتاسيون شنو تيكون؟ يعني سيارات تما ان اكسيدون، تنجيبوا منها البياسات اللي هما باقيين مزيانين صالحين، وتنجيبوهم هنا وتنخلصوا الجمارك ديالنا وتنعرضوا البضاعه ديالنا للسوق. والمشتري سواء من القطاع الخاص والقطاع المحترم حتى هي كل شيء، حنا كلشي تيسمع معنا القطاع، اغلبيه القطاع العام والقطاع الخاص، الشركات الكبرى ديال النقل، الشركات ديال الترونسبور اللي يرموا داكشي، كلشي ديال الخضر هذي ديال الدوله، كلشي تيتقدم. حيت حنا الا جيتي تشوف في هذا القطاع، في هذا الشيء يعني واحد النسبه ديال 80% ديال البضاعه ديال اي اونجا ولا اي ماتيريال تيتحرك، يعني عربه تنوفروا حنا، لا اللي في النقل، نقل الخضر، النقل هذه، كلشي الماتيريال باش تستعمل، يعني حنا اللي تنوفروا ليه قطاع الغيار ديالو. المشكل الكبير اللي كنعانيو منه حنا هو التهميش. هذا القطاع مهمش، الدولة كتدخل منه الفلوس، ما عمرنا حنا استفدنا شي حاجة، ما عندناش البنية التحتية، ما عندناش الطرق ديما مسدودين، يعني قاعد دخل الكونتينر هنا باش كندخلوه خاصو يدخل بالليل ونباتو عايشين عليه هنا
وثالث الصباح عاوتاني ودير باش تخرجوا عاوتاني كتسد الطريق خصك ثاني تبقى معاه حتى يخرج الكونتينر. هذا مشكل كبير ديال الطرقات، مشكل ديال الاناره ما كايناش، ما كاينش الاناره العموميه، ما كايناش حتى الاناره باش كحنا اغلبيه هنا ديال الطاقه الشمسيه. وهم حاجه زعما يعني هذا القطاع راه قطاع حيوي وكيشغل واحد الفئه مهمه ديال الناس وكيدخل واحد راه كان واحد الرقم واحد العامين دابا 3 سنين كان 28 مليار ديال الدرهم اللي كيدخل هذا القطاع في السنه، يعني تقريبا وكاين يعني الرواج ديال المليار في النهار سنتيم، ماشي في هذا السوق بوحدو ولكن في الاسواق ديال المغرب كامله. كنتكلم على القطاع بصفه عامه. ومساله اخرى هي كاين واحد البروباغاند كتقال هنا على السوق بان السوق فيه عصابات وفيه كذا وفيه المشكل اللي كاين واحد المشكل ديال واحد الناس كيجيونا من برا ما كنعرفوهمش حنا، كيجيو كيتعرضوا للزبائن برا وكتبنا بهم شكايات وتكلمنا عليهم شحال من خطره، كيتعرضوا للزبائن كيبتزوهم كيتعاملوا معهم واحد المعامله. الزبون ما عرفش بان راه مول المحل ما عندوش علاقه بهادشي اللي كيتعرض ليه. هذوك الناس حنا عينا ما نحاربوهم، نتمناو من الدوله انها تدخل ودير لنا شي حل في هذا الموضوع هذا.